هو ده الولد؟ هو ده الولد بتاع النوبة. ايه ده؟ هو انتوا خاطفين غيره؟ هو انا جبت سيرة الخطفة يا باشا. شوف، في ناس كتير قوي واقفين برا، ولو عرفوا ان اللي خطف ابنهم موجود جوه القسم هيدخلوا وياخدوك، وانت بقى شوف هيعملوا فيك ايه. يا باشا يا باشا، انا مجرد نضرجي بشوف العيال اللي تنفع واقول لمرجان عليه. واحنا كل شوية في بلد شكل، لما بلاقي ولد ماشي في الشارع لوحده او اهله مش واخدين بالهم منه بقول لمرجان، ومرجان هو اللي بيتصرف يا باشا. معاك رقم تليفون مرجان طبعا؟ ايوه باشا، ايوه باشا معايا. هاتولي التليفون بتاعه بسرعة. اني لازم اوصل للشرطة حالا، بس أنا خايف. أمين الشرطة قال لي إني مطلوب في قضية سرقة. أنت صدقت؟ وبيخوفونا كلنا من الشرطة عشان محدش يبلغ عنهم، دي عصابة كبيرة. إيه؟ يعني عم حسنين اللي كان عاوز يقبض عليا مش أمين شرطة؟ لا طبعاً، ده تبعهم. طب وياسمين؟ ما اسمهاش ياسمين على فكرة، اسمها مي، مخطوفة من اسكندرية. وأول ما جت قعدت تعيط وتصرخ لغاية ما ضربوها حتة علقة واضطرت تفتح بقها من بعدها خالص. قوم معايا يا كريم، لازم نروح قسم الشرطة حالا. لا أنا لا بروح ولا باي. لازم ترجع لأهلك، أنت مستفيد إيه هنا؟ كل اللي أنت عملته ده غلط. أنا ما بقتش عارف الصح من الغلط، بس أنا ما أقدرش أعمل حاجة زي دي، لأنهم لو رجعوني لبيتي ههرب تاني. ألو ألو، أيوة مرجان، أنت فين؟ إيه ده؟ أنت في حد جنبك ولا إيه؟ أيوة. طب أنت فاهم ها؟ خلي بالك بقى. ياه، في المنصورة؟ طب حبيبي ترجع بالسلامة. لا 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 لا، سلام سلام، في المنصورة يا باشا. ماشي يا حبيبي. ها يا ابني، تابعت مع شركة المحمول؟ أيوة يا فندم، الاتصال تم من القاهرة. أما أخي التكنولوجيا دي عليها حاجات، سبحانك يا رب. اخرس خالص. اسمع يا ابني، خليهم يدولك البيانات كاملة بتاعت صاحب الخط، ويكملوا تتبع للموبايل، ويوافونا أول بول بمكانه بالظبط. وصلني يا ابني بسرعة بمديرية أمن القاهرة، وخد الأخ ده وديه الحجز. سامع، بيقولك الحجز، وديه الحجز مش للناس اللي برا. تمام يا فندم. الولد المخطوف بتاع النوبة وصلت لنا صورته، عندنا هنا؟ حاضر، أنا هتابع الإحداثيات مع شركة المحمول وهتحرك فورا. مع السلامة. حضر يا ابني عربية بسرعة، عندنا عملية مستعجلة.